تفقد وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أعمال تنفيذ مشروع مدينة المعرفة التي يتم إنشاؤها على أحدث النظم التكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تأتي تكريسا لاستراتيجية الوزارة لبناء مصر الرقمية، حيث تضم مراكز للبحوث والابتكار التكنولوجية، بالإضافة إلى مقرات للشركات العالمية والمحلية وشركات الناشئة العاملة في مجال الاتصالات. هذا المشروع يكرس استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودورها في بناء مصر الرقمية. المشروع في مرحلته الأولى يضم أربع مباني في منتهى الأهمية. المبنى الأول هو مبنى الابتكار والبحوث التطبيقية التي لها مردود اجتماعي واقتصادي، مستخدمين طبعا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. المبنى الثاني هو مبنى أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا والشرق الأوسط، جامعة مصر المعلوماتية. المبنى الثالث هو مبنى تدريب ضخم ليدرب شبابنا على مختلف أطياف وروافد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة. ثم يأتي المبنى الرابع وهو مبنى بحوث وتطوير التكنولوجيات المساعدة لذوي القدرات.